السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله غندير واحد الوصفه ديال التجاعيد والخطوط الدقيقه، غنديروها للبشره ديالنا. هذه الوصفه كتكون من ثلاثه المكونات. عندنا هنا صفار ديال البيضه بلديه، هو الا كان بيض عادي مزيان، ولكن الا كانت البيضه بلديه كتكون من الاحسن كيكون. وعندنا هنا زعفران الحر، وعندنا هنا زيت اللوز. بالنسبه للطريقه، كناخذوا هنا شعيرات ديال الزعفران الحر وكنخليهم تيطلقوا في البيض، وكنزيدوا عليهم الزيت ديال مدات 4 قطيرات ديال زيت اللوز، وكنخلطوهم. كنخليو داك الزعفران الحر حتى كيطلق مزيان، ومني كيطلق كنديروه للبشره ديالنا حتى كينشف، وكنمسحوا وجهنا كنغسلوا وجهنا بالماء دافي، وكنديروا ليه المواد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وتابوناو ليا وديروا ليا لايك وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي، وشكرا لكم بزاف.